يسكن معظم أهالي ولاية محوت حالياً في منطقة تسمى حج، وهي مركز الولاية وبها مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطن من تعليم وصحة وخدمات حكومية أخرى. لكن الوالد حمد بن مبارك الحكماني وهو من سكان محوت لا زال حنينه إلى ساحل محوت وإلى الجزيرة التي ولد وعاش بها موجوداً، تلك الجزيرة التي يمكن الوصول إليها من فلم التي تبعد مسافة 20 كيلومتر من مركز الولاية. هنا في فيلم كان الحديث في الصفحات الأولى من شريط ذكريات الساحل مع الوالد حمد الحكماني وكيف أن السكان كانوا يعيشون هنا في السابق، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى حج التي هي مركز الولاية حاليا. كان المكان أول من حي كذي مشرق شرق ما شيء ما يبهوي غير مياه خور مياه مالحة، وخلاف واحد وبات هناك ويدور بوشه ركاب بوشه وما لقيهن ورقد، زين يقولون صار عليه حلم في الليل يقول انك يوم تبى الثراء تحت عرق اللرا شيره، والشيره هذيك تحت نقعه ماي من رفايح من الارض. زين هو ثار من الصبح يوم ثار شي صوب الشيرة هذيك وشاف ندوة الماي وحفر، يوم حفر طلع له الماي. وين هذا؟ في حج؟ اي في حج. بعد هناك ما شي فيه ناس، لا فيه ناس ولا فيه ماي، طلع له الماي ذاك وحفره وروى من في جربته سعنه وروح. هناك هم الناس لا عاد هل الوطن أول عندهم تحيد تعبانين من قلة ماء، قالوا يا حي يقولون حي يقول حي انسى ما تقول واحد زائر الحي، وفي يوم مستوي ماء حلو وطلع حلو قالوا بس يا حي، انسى يوم يتوصفون يقولون حي وتمدن. زين من هناك استوت حي يحفرونها شوي 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 وهي تنزل وهي تنزل لين استوت، وتم الناس فيه يخطفون اللي عليها خطوف ولا في محاوت ولا في جيوبه، طلعون مني يخطفون عليها يسجون منها ولا من محاوت روا منها، والروال على الركاب ما شيء انه عندهم سيارات هناك. فلم كان فيه سكان أول حي دوني الشيبان الأوليين أن في سكن هني في فلم، ويسكنون هني مكان يسمون العندود، يسكنون مكان وحد ذاك أبو علوي هي شوية، ويسكنون في مكان أو فيه يسمونه مبسلي قد فوق الله يا قد فيه منه. كيف كانت بيوتهم؟ ها؟ بيوتهم كيف كانت؟ بيوتهم عمود وسمة مرة بس، سووا كمين عمود يا أبو سمة السميم يخدمنها الحليم من الغلف، هذه الغلف السعف اللي تدي قصونه يخدمنهن ويشكنهن ويسوونها مرة تسوي داور على بيات مرة داورية بيات اللي فيها نفرين ولا ثلاثة، يوم ياهم الهبوب مني شافوا صنخ منه ويا الهبوب، يوم ياهم الهبوب يحيلون عن الذراء ويحيلون الهبوب. هذه فيلم فيه كانت فيه ماها مرات اللي يوم مطر وفي الحياة يشتري مالها ماها حلو شوية إلا حلو شوية ينشرب ويرون مني يرون نسوان يمشين ويرون ويونها في الهوري يشلونها هنا وماهن، ويوم يكون حد ما يوبل فيه تمر ولا شيء هي راعي مطية وينوخه هني يخلي التمر ويقول لهم يوصي عليها ان تمرك بتلقاها هني مدفونات مليار، اي من هناك ذاك بهوري ويحمل تمره ويستن يستن من هناك ويستن مني دزه بالطريقه كيف جده في الارض يدق يدزه في الارض طريقه طويله 12 ذراع، وحد منهم بشراع يوم يكون الهبوب كذيه هو بغربي مني طلع ينزلون بشرع، يوم يكون الهبوب كوس من هناك ينزلون بشرع.
الحين البحر طالع يزيد، يمشي علينا يوجف الله العالم. كم ساعة الحين؟ الساعة سبع بس هو يوجف يا ابو ساعة 8:30 يوجف صبح. ساعة يوجف من هو يقول لك سالم الساعة 8 بحالي 8 شوف الحين طلعها يمشي خمس ساعات يمشي يطلع 5 ساعات بحر ومن عقب الخمس يوقف ساعة تراوان كذي ما يمشي كذي ولا كذي ويرجع كذي خمس ساعات فرد خمس ساعات بعد يرجع هنا ويوقف ساعة هناك من بعد الساعة هذيش طلع وهي الوطف الثاني واحد يجي في النهار واحد يجي في الليل كذي تخالفها كل يوم نفس العملية لا يدور مرات اللي يدور يتبع مثل القمر قمر. يتبع القمر الحين بتي تاريخ 15 تاريخ 15 بتلقى بحر هني مرة نازل لا فوق اها تي نهار 16 تلقى ناقص شوية ناقص ساعة تي نهار 17 ينقص ساعة ويدور كذي أسبوع ينقص ويمشي يستوي هناك يابسها ما يناصب هني زين من بعد يوم يا بحر الليلي وطلع عن سيدي يطلع لين وصل فوق ويوقف ساعة ويرجع في اليوم وطفين ترى ليل في الوضح نهار ووضح ليل قلبنا صفحة أخرى من كتاب ذكريات الساحل في محور فوجدناها تقودنا إلى الجزيرة تلك الجزيرة التي تسمت الولاية باسمها وهي موطن سكان الساحل من أهالي محور ومن بعيد تراءت لنا أشجار عائمة في البحر وكأنها تسبح في مكانها فأخبرنا من كان معنا أنها أشجار القرم وهي تغطي شاطئ الجزيرة إلا من مكان واحد يستخدمه أهالي الجزيرة في رسو سفنهم وقواربهم الناس يستيدوا منها لكل حالة في طعام الحيوانات منها في من شان البيوت يسحلون القرم هذي يقصون يسحلونه وهو يبنوا به بيوت من شان السفن الخشب أول كان خشب الخفاف اللي مني يأخذون منه شلمان هذي اللي يسوون الخشب يركبون على اللحان ويأشرون الساتيد زين وفيه من شان الوجيد للسفن الخشب ولا هل سكن البيوت يورون منه عايشهم طبيخ عايشهم ولا شيء كله كانوا عايشين بس كذي ما عندهم شيء انهم دعون ولا عندهم انهم شيء من الاحوال اللي حدثت بعدين خلاف من شن الخشب لباطنه وصور يا ابو دعون الناس لها الخشب كبار اللي راح يساعون ولا هل الجزيره على أيام قريب على حكم السلطان ويات السيارات بس عملتهم من أرضهم من دارهم من أشجار القرم من شير قرمهم ما كلها من شان الوجيد من شان البيوت من شان السفن إلى الخفاف موجودة بكثرة حوالين الجزيرة هي وين وجودها في الجزيرة؟ القرم كان أول يخبروني عنها الشياب الأوليين يقولون داور بها مرة كلها وهي اللي يسموه محوت أني حوي محوت كذي سموهم محوت على سموهم محوت وما يسكنون كانوا فيه يسكنون في فيلم اها سكنة خفيفة حدا قليل ويسكنون هناك ويوبه أكثر الحجم هذا في يوبه لا الأشجار الحين اصطانت أول كانوا يقصونها حتى يوم وايدة هي وايدة يا غير يقصونها الخشب يقصون قرمة الكبير وجسموها كذي جسموها يب ذراعين ولا ذراع يوم يشيل لها الرجال هذيك أول الخشب
ياكل بيوت خصاصينهم ما يخوزن بصون يابس. الحيوان اللي عندهم جسالها مقرب، الوحدة تمشي الحرمة وتقسل وتيشال توم مغطين في ملورات، وطعامهم حيوانهم وخدمة بيوتهم كل منه. أما الجزيرة التي حطت أقدامنا فيها بعد رحلة بحرية بدأناها من فلم، فهي على حالها كما كانت من قبل، بيوتا من سعف النخيل وأشجار القرم وقوارب صيد الراسية على شاطئها، لكنها قوارب حديثة تختلف عن قوارب الصيد التي كانت تستخدم قديما. عايشين في الجزيرة، عايشين على أنفسهم، ما عشان عندهم طريقة الحكومة، ما طريقة نانتهم والمكان، كدون في البحر، اللي يكد هني يكد، واللي يسافر يسافر، كلنا كل سفر شيء بعيد وشيء قريب، البعيد يسافر ونسفر سواحل من جبار ومن باس وتانقة دار السلام، واللي يكون سفر قريب يسافرون اليمن حبزان الخفاف ولا بكبار الوايدات، والأخشى بكبار يسافرون السواحل ويكدون هني في البحار، عندهم سواعي يكدون فيها في البحار القريب من سراب على مصيرة على إمكانات، عايشين على يود الله ولا يبون من البحر الماء ياب في الخشب. من وين؟ من مصيرة ومن سراب، وياب فوق الركاب من حي من الجزيرة، فوق الركاب لا يجري جربتين ولا أربع بيت طرشون عند واحد بدوي اللي يبونه جاي هابط، متساعدين تراهم أنهم هلاك بدوي يدورون رفاع، يشيلون الرفاع يشيلون السمك اللي يمشوا به يابس البلاد، وهذلاك أهل الدار هذي يعطونهم نهارا ما هو يبغى يهبط أرسلوا له جربتين ولا أربع قرب، ويابلهم يعلم من جال هناك فلم من هنا جينا يلاجون هناك يبون له رفاعة مني ويشلون ماهم، وأكثر في السفن إلى الخفاف من المصيرة ماي من المصيرة؟ من المصيرة من كلبان هناك فيها منطقة يسمى كلبان موالي في مصير من ينوب حضرة. كانوا يصنعوا سفن هنا ولا خشب؟ يصنعوا نعم. كيف؟ يصنعون يبون وساتيد من صور ومن الأشخرة ويخدمون بيقصون من السمر الوديان بعيدية، يقصون من سمر الخشبة اللي تركب عليها يركب عليها الشلمان هذه ضلوع ضلوع، و واليوم يقصرون ياخذون مقرم ولا قرم انها تحيد انها ما في قوه وايد ما يبطي وايد والسمر اقوى، وبعض منهم يبون من الهند يبون شلمان ويبون ليحان، يسافرون لسافر الهند ياب مناك حطب ووعد له ساتيد يجون هني وشروا له ياشروا له بدن. سافر بحفظ الله سافر جزيرة تلك سمونها قرمة مكان هذاك، أن كانت قرمة ثائرة هناك وخلاب بنو سيارها وقرمة غابت انعدمت وجزت الحين حارة يسمونها حارة قرمة، وهذه هنا يسمون العرج، العرج كان أرضه بيضة سريع شوف رملة، وهذا اللي يسمونه العرج، وجيت الأرض مني من وسطها صبخ هي صبخ ويدخلها بحر، وهي يسمونها العرج وهذاك يسمونها قرمة. وفيها مناطق لك الجزر اللي اخطفنا عليها اول راك ويكود سوميا اللي هنا، وفيها جزيرة عبة يتبع فيها ينوب ويسموها الخيصة عادة، هي الخيصة اللي فيها السكان اللي فيها لا السفن يسموها الخيصة الخيصة اها، وذاك اللي تسمى قرمة وهي تسمى العرج. سافرت انت شيء من المرات؟ انا سافرت سنتين مرتين. تكلمنا عن السفرات مالك. السفرة الخشب على السفن إلى اللي يبونهن سفارات السواحل يشيرون فيهن في الشتاء يطلعون على الدقم على رأس المدركة ويشيرون اللخم وذي سمك القرش
من وين سافرت؟ ها؟ طلعت من وين طلعت؟ مني من محاور. من الجزيرة. من الجزيرة. كان أي وقت؟ كان أي موسم؟ شتاء. شتاء. ترى السفر كله شتاء. كله شتاء. شتاء ماية. ماية والهبوب ذي. في الشتاء الماية والهبوب كذي. وإني دور الصيف الماية والريح كلها كذي. دور كوس. وين مشيتوا؟ مشينا طلعنا مني وتبعنا بر الساحل هذه مني على سدح. سدح. رأس ييلي. وهناك من ييلي فلت غبة بحر. على سقطرة. سقطرة جزيرة. جزيرة. من سقطرة يرتد قبل كذي على نشوف حافون. حوف. حافون حافون. حافون. أرض الصومال. من هناك انتبع برا بر الصومال. شيء اسميه هنا وشيء ما اسميه الخط انخطف بعدين تيني اول تي من باسه من 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 هناك من افريقيا اول موالي من باسه من بعد من باسه هناك تدخل كذي تجي من بلاك بر الاصلي هناك تانقة من بعد زنجبار جزيره معتزله وحدها مسافتي تاخذ وضحين اللي تاخذ هناك لما تطلع من تانقة من الصبح تيه باكر من الصبح باكر عاد يوم كامل يوم كامل داخل الساحل ينادي الملح هذا كان انه يستفيدون من اول السمك يمشون ويمشلونه يسمونه تمشيل يوحونه كذي ترى هو هناك تحت مي ياحوا مني وطلعوا هذه صفوته ملح وخلوا عليه فوق الأرض يابسة علين يصمل وينزل عن همي من يابس يابو ليونية وطوفية كان أول ظروف الحين يونية كان أول ظرف مال عماني ظرف مال التمر والحين يابو يوم من يني يوم يني جواني الحين يونية ترسوا جواني هلاك هم يكون بعيد يشلون على الركاب ويوم يكون أن لم كان يشل شلوا على ظهور ويابوا مناك وطوهني من حبه الحوت الصيد والحلي ملحونه ترى ما يوز من دون ملح ملحوه خلوه السمك الصيد يخلونه يوميا يعني. خلوه اليوم وباكر من الظهر غسلوه ويبسوه وذاك كان عاد ملحونه دايم يابوه ملحوه وباكر طلعوه فاجدوه سادوه ملح عن يكون في خياس ولا شيء ولفوه وضموه بس ما يودوه برا الملح ما يصدروه مثلا بعض منه يورد بيجيب لك الورادي انه خشب منصور بغال حمالات كبار ويشطنا هنا في الخور هناك خور هنا عند مكان هناك حصاي يسمون الناقل يشطنا هناك ويهبطون في الغضن اي الغضن هيك ها كانت اول خور فيها خور كبير كل ملح و ويشلون بدو الى اللي عند ركاب يشل على ركاب ولما لما عند ركاب يشل على راسه ويون له الخشب رئيسه هناك وهبطوا سووا مظله وقالوا لهم يلا هنا بقى ملح زين كدسوا ذاك وسووا كدوس تتسوي اربعه ولا خمسه ويوم يا ولا النظاره اللي عندهم ثمنوه كم يسوي هذه يسوي ريال قدش فرنسا شيء نص قدشين ويبيعونه ويأكلون منه ولا عارف شو بيتم هني 20 يوم وشهر عن يعني شحنات الخشبة هل السنة بيجي مثل هذي ولا أصغر يشلون فرشوا في بطن الخشبة سمبو فرشوا في بطنه سمة ويشلون ملح ذاك يشلونه بجار من بر اللي يوصلون الخشبة ولهم جارهم لأن ياك هلا شوخ هلا رشدي الهم الخشبه الواحد قرشين قرشين الميموع الميموع ثمانية قروش من الخشبه والربيع اللي يربعهم نوب له لو قسمه له 16 قرش واللي يدخلهم من هناك في الخشبه الربان اللي يدخلهم في الخشبه ويطلعهم له 16 قرش ولا دش داشه شروط بينهم مره ها
الخيبة تم هني الين شحنت، ياكم من روحهم عندهم بحلية هالخشب عند 20 نفر ولا 30 نفر خشبة عودة بلا مراكب، ياك سوى لهم قفر وقال لهم يلا مشلوا شلوا بلي فلوس شلون من هناك على الساحل، غيرهم يوم ياخذون من عند بدو يبون قواغ يسافرون مرة يسافروا بيشلونه زنجبار، يودوا زنجبار الملح ومن باسل هنيون يشرون هناك